وأخيراً حتكلم لكم عن سباهي. سباهي وما أدراك ما سباهي، إيش هي معايير سباهي وكيف أقدر أطبقها داخل المختبر. هذا حيكون أول فيديو في سلسلة شروحات معايير اعتماد سباهي، تابعوني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلاً وسهلاً فيكم مجدداً في قناتي. كلنا عارفين سباهي اختصار لـ Saudi Board for Accreditation of Health Institutions، أو المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية. هتكلم عن معايير سباهي الخاصة بالمختبرات الطبية وبنوك الدم. أولاً إيش الهدف من سباهي؟ الهدف من اعتماد سباهي والغرض منه إننا في المنشأة نتأكد إننا واضعين خطة وآلية وأسس نتبعها ونرجع لها في طريقة عملنا، سواء مع العينات أو المرضى أو حتى مع الموظفين. باختصار أي خطوة تتعامل داخل اللاب لازم تكون مكتوبة مع ذكر التفاصيل، يعني مثلا في حالة كذا كيف حتصرف، أو في حالة كذا كيف حتصرف. حرجع للآلية اللي أنا واضعها داخل المختبر عشان أعرف كيف حتصرف في كل خطوة. هحاول أتطرق للنقاط والمعايير حقت سباهي بشكل كامل ومجمل، وفي نقاط حشرحها إن شاء الله بشكل مفصل. قبل أبدأ سلسلة الفيديوهات عن الموضوع، عندي أسئلة حطرحها اليوم عشان تعرف أولا هل أنت ملم وعلى دراية كافية بمعايير ضبط الجودة والسلامة. زي مثلا أبغى كل واحد يشرح لي إيش يجي في بالك لما تسمع مفهوم ضبط الجودة. أغلب الناس حيجي في بالهم إنه ضبط الجودة هو عينات الكواليتي كنترول اللي بنمشيها كل يوم وفي كل شيفت. لا، هذه تسمى ماتيريال وجزء من مفهوم ضبط الجودة اللي له معنى أشمل وأكبر. حنتظر إجاباتكم في التعليقات لحد ما أشرحها بالتفصيل. السؤال الثاني، كيف أقدر أطبق مفهوم ضبط الجودة؟ أو بلاش أقول ضبط الجودة، الأصح إني أقول كيف أقدر أطبق مفهوم الكواليتي أشورنس، يعني أدين الخطوات العملية المطلوبة عشان تطبق مفهوم الكواليتي أشورنس والكواليتي كنترول. برضو أتمنى تجاوبوني في التعليقات عشان نعرف كم واحد مدرك ومطبقها صح. والسؤال الثالث، هل المعايير اللي نحطها داخل المختبر أو الـ SOPs اللي نحطها ونتبعها داخل المختبر هي نفسها في جميع المختبرات؟ وهل إحنا ملزمين على وضعها مثل المختبرات المرجعية أو مختبرات المستشفيات وتطبيقها عندنا في مختبر عيادة خاصة مثلا أو مجمع طبي؟ نجاوب على الأسئلة هذه أولا في التعليقات عشان الفيديو القادم إن شاء الله نبدأ سلسلة شرح المعايير وتطبيقها بشكل عملي. هذه كانت مقدمة خفيفة كذا عن معايير سباهي أو الكواليتي أشورنس. ألتقيكم في الفيديوهات القادمة، والسلام عليكم.